السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل الوالي ودي قناة شوارع معلم اسكندرية. موضوع حلقتنا اليوم عن إيه؟ النهاردة معانا خريطة وثلاث شوارع. معانا خريطة قديمة جدا 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 لمدينة اسكندرية في حدود 1900 حاجة و30، هي مش مؤرخة ولكن هذه الحدود. ومعانا ثلاث شوارع من أهم شوارع وسط اسكندرية: شارع سوتر، شارع شامبليون، شارع قناة السويس. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا ولسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بننزله على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. قبل شرح الخريطه ان شاء الله نخلو الخريطه في فيديو قادم، محتاجه اكتر من فيديو. الخريطه بتقول ان شارع سوتر اللي امام حضراتكم، احنا كده موجودين في منطقه الازاريطه امام اشهر شوارعها شارع سوتر. على شمال الصوره الشاطبي وعلى يمين الصورة محطة الرمل. الخريطة بتقول ان كان طبعا المكان اللي حضرتك شايفينه ده كله كان مكان فاضي في حدود 1930-1940، كان معظمه فاضي، فحبوا يتم اخلاء الاماكن لانشاء جامعة فاروق الاول اللي هي حاليا جامعة اسكندرية او المجمع النظري اللي امامكم في شارع سوتر. ايضا الخريطة بتقول ان شارع سوتر قبل ما يتم انشاء الجامعة كان ترعة الفرخة بتصب فيه وبتنهي فرعها او مية الفرخة، مية ترعة الفرخة في البحر في المكان اللي عليه السهم امامكم. ده شارع شامبليون ايضا في الخريطة كان موجود في المستشفى الاميري المصري، موجود على الخريطة كده، او مستشفى اولاد العرب. احنا كده امام شارع شامبليون. شارع شامبليون من اهم واجمل شوارع الازاريطة. ايضا احنا كده خلفنا البحر، على يمين الصورة محطة الرمل، على شمال الصورة شارع سوتر وشارع قناة السويس الشاطبي. دي ارض كوتا طبعا، انصافا الحق واحقاقا الحق من كام يوم كنت نزلت فيديو عن ارض كوتا، ان الفرقة الموسيقية يا جماعة والله اوقفت الغناء والرأس ساعد بداية الله أكبر في الأذان، ولكن في حصل في المونتاج تكرار للأذان انصافا للحق للناس. لأ هم أيا كان كانوا بيعملوا إيه، بس وقت ما سمعوا الأذان أوقفوا الموسيقى. إحنا كده موجودين بداية شارع شامبليون في منطقة الأزاريطة على البحر. أيضا في الخريطة موجود إن السور التاريخي ده او الممشى كان اسمه رصيف عباس الثاني للتنزه، اللي احنا بنقول عليه حاليا ممشى عباس. الطريق الاثري ده او الشارع الاثري ده كان شارع اللي ماشي فيه العربيات، كان اسمه طريق فاروق الاول، كان قبل منه كان اسمه طريق الملكة نازلي، ولكن السور التاريخي او الاثري الموجود لحد الان كان اسمه على الخريطة رصيف عباس الثاني للتنزه، اللي احنا بنقول عليه ممشى عباس. احنا امامنا في شارع شامبليون في كلية طب الاسنان، كلية الصيدلة. نهاية الشارع في طبعا مدافن اليهود على الشمال، ميدان الخرطوم، شارع السلطان حسين او شارع المانيا. اتمنى ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. الشارع اللي متقاطع، اول شارع متقاطع مع شارع شامبليون، شارع الدكتور عبد الحميد بدوي او السلطان عبد العزيز. الخريطة مهمة جدا فيها تفاصيل وتركات ان شاء الله نحكيها لكم بالتفصيل. حبينا بس نوريكم الثلاث شوارع المهمين اللي ظاهرين في الخريطة. ده شارع شامبليون من المنتصف، على شمال الصورة في بقى ايه كان في زمان هنا في فندق طلعت، فندق الدلتا، عيسى بتاع الفطير، شارع شامبليون، وده البحر الميناء الشرقي خلف شارع شامبليون، البحر الميناء الشرقي. الشارع المهم الثالث اللي معانا في وسط اسكندرية، شارع مهم جدا جدا جدا، وهو شارع قناة السويس حاليا. موجود في الخريطة ايضا اللي هو كان من هنا من على البحر الى الترماي كان اسمه شارع ابن ميمون، ثم شارع عبد الرحمن باشا رشدي، ثم تحول الى شارع قناة السويس لما تم ردم ترعة الفرخة. كان الشارع من
لو حضرتك من اسكندريه لو تسمع عن منطقه الشلالات او جنينه الشلالات او نفق الشهيد عبد المنعم رياض، كان من نفق الشهيد عبد المنعم رياض بجوار اسم بشار الى ترعه المحموديه القديمه كانت ترعه واسمها ترعه الفرخه. ترعه الفرخه كانت الترعه المهمه او الرئيسيه اللي كانت بتاخد ميتها من ترعه المحموديه الى بابور الميه. المبنى اللي على شمال الصوره ده مبنى اداره جامعه اسكندريه، ثم بعد كده في مقابر الشاطبي، ثم في مقام وضريح سيد محمد الشاطبي، والمستشفى الشاطبي اللي امامكم موجود على الخريطه باسم مستشفى الامراض العفنه. للاسف كانوا بيكشفوا فيها او كانوا بيعزلوا فيها المومسات او ممتهني من مهنه الدعاره المرخصه. شارع قناة السويس اللي امامكم مهم جدا، ليه؟ ايضا اللي هو مدخل ومخرج اسكندرية للطريق الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الدائري والطريق الدولي. كل شوارع او طرق اسكندرية خروج ودخول ممكن من شارع قناة السويس اللي امامكم، شارع مهم جدا. نهايته هنا او بدايته هنا على البحر مباشرة. لو بدايته هنا هيكون نهايته عند كارفور، الطريق بداية الطريق الصحراوي اسكندرية القاهرة الصحراوي. اتمنى نكون اسعدناكم، اتمنى نكون اعطناكم ولو بعض المعلومات المهمة المفيدة. ان شاء الله في انتظار شرح الخريطة، اشوفكم بإذن الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.